فضيلة الشيخ، كثر السؤال عن أسماء بعض الناس عن بناتهم عن بأسماء القرآن مثل بيان، وبعضهم يسمي إيمان، فهل هذا صحيح؟ نعم، الأصل في التسمية، الأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل على كراهته بعينه أو بمثله. فمثل اسم برة، اسم أبرار، اسم إيمان، كل هذا ينهى عنه، يعني يغير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام غير اسم برة إلى زينب، وإلى اسم جارية جويرية قصد، وإلى اسم جويرية. وأما ما لا يشبه ذلك فلا بأس به، فمثل أفنان ما في بأس، أغصان ما في بأس، الشجرة ما في بأس، جنى ما في بأس، أما بيان فلا أرى أن يسمى بيان، وإيمان لا أرى أن يسمى بيان، إيمان لأن فيه شيء من التزكية، وأبرار كذلك ذكرنا ما فيها شيء. نعم.